كازابلانكا المدينة التي لا تنام. هذه المدينة تحولت من ميناء صغير إلى العاصمة التجارية والاقتصادية في المملكة المغربية، وهي ثالث دولة في دول أفريقية من حيث عدد السكان، يطنها أكثر من حوالي 3.5 مليون نسمة. هذه المدينة رغم تطورها الكبير لأنها ما زالت محافظة على طابعها المعماري المغربي، بالإضافة إلى المباني الجديدة والشاهقة. هذه المدينة أعزائي المشاهدين تجد فيها ملامح من القدس، ملامح من بغداد، ملامح من القاهرة، قطع من مرسيليا، وأيضا تجد في هذه المدينة ميناء برازيلي ومقاهي إسبانية ومقاهي إيطالية. مرحبا بكم في فضاءات مغربية. البيضاء تعتبر حالة خاصة كونها تأثرت بالاقتصاد العالمي وكونها العاصمة التجارية والاقتصادية للمملكة المغربية، فلذلك انفتاحها على العالم كان أكثر من المدن الثانية. لذلك مواكبة للتطور الاقتصادي كان فيها البنيان الكبير وتأثرت بالمعمار الحديث، غير أنها أيضا ما زالت محافظة على الصورة المغربية. معنا المهندس المعماري محمد جمال الدين، تشرفنا بوجودك معنا في فضاءات مغربية، ويا ريت لو تحدثنا أكثر عن الأركيتكت أو الحالة الخاصة في كازابلانكا أو الدار البيضاء أكثر عن غيرها من المدن في المملكة المغربية. كانت عندنا واحد فترة اللي هي من الأول إلى يومنا هذا اقتصادية معروفة بالمدينة القديمة، والمدينة القديمة كان الهدف ديالها هي التجارة. في التاريخ ديال الدار البيضاء وصلت واحد الوقت المهندسين كونوا واحد المدينة اللي هي كنقولوا حنا المدينة الجديدة، وهذيك المدينة الجديدة فصلوها بعدوها على المدينة القديمة. هذاك الوقت اللي حنا كنقولوا فيه المدينة الجديدة موديرن، كانوا المهندسين كيلقاو واحد الحرية في التعبير الشكلي، وما عندهمش داك العامل ديال الزمان ديال الوقت خصو يبني في ساعة، لأن في غالب الأحيان كان المهندسين كيجيو من أوروبا، كيجيو كيشوفوا داكشي اللي وصلت ليه الدار البيضاء وكياخذوا عبرة على داكشي اللي دار في الدار البيضاء. الناس اللي كيكونوا كيطلبوا السكن أكثر من اللي غادي يبيع السكن، وهذاك العامل الاقتصادي اللي عاش في الدار البيضاء جعل الصورة الهندسية تبدل. ما كان نوفروش الوقت الكافي للتعبير الهندسي الجميل. هناك مهندسين عالميين صاروا الآن يرسمون أو يبنون مباني أو أركيتكت بطريقة مغربية. لاحظنا هناك الصيني اللي تعلم الفن المغربي أو فن البناء المغربي، لاحظ أن إسباني ممكن يصمم هذا التصميم، وهذا دليل على أن الأركيتكت المغربي أيضا صار له انتشار وقبول حول العالم مش فقط في المملكة المغربية. نحن على العموم متشرفين بوجودك معنا وشاكرين لك المهندس محمد جمال الدين هذا اللقاء. سعد
تعتبر هواية جمع الطوابع والعملات من الهوايات المنتشرة عالميا ولها طابع خاص، وهي أيضا توثيق للتاريخ ومناسبات خاصة في أي دولة. اليوم كان الحظ أن نحن نجتمع مع الجمعية البيضاوية لهواة الطوابع البريدية والمسكوكات في الدار البيضاء كازابلانكا، واللي يجمعون في هذا المقهى كل يوم أحد للتبادل وبيع وفحص ومشاركة العملات والطوابع البريدية اللي موجودة عندهم. ومن هذا الاجتماع إن شاء الله بيتوجهون إلى وجدة لمشاركة في مهرجان كبير تشارك فيه أكثر من 14 دولة حول العالم. بداية معنا رئيس الجمعية البيضاوية لهواة الطوابع البريدية والمسكوكات، خبرنا عن هذه الهواية ومدى أهميتها. الهواية معروفة عالميا، المسكوكات يعني كل هو مسكوك من عملة أو وسام. هذه الهواية تتشخص معرفة مدى عمق تاريخ الدول. طابع هو سفير سياحي كل دولة، إذن طابع صورة عن البلد والخيرات الموجودة عندي. أول من أسس البريد المغربي وهو مولاي الحسن الأول، وسميت أختام المخزانية عمق ديالها قبل استقلال المغرب الزاوية العيساوية. أول طابع مغربي بمعنى الكلمة، القيمة ديالو بالموزونة. طيب سؤالي، مع تطور التكنولوجيا في العصر الحالي واستخدام الإيميل واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، هل ما زالت هذه الهواية موجودة بالنسبة للجيل الجديد؟ هل ما زالوا يستخدمون هذه الطوابع؟ أو أنها تقريبا بدأت شبه تندثر بالنسبة للأجيال؟ شبه اندثار، الرسائل اليدوية انعدمت، ولو بريد المغرب في مناسبات يطبع بعض الطوابع خاصة بالهواة وخاصة بعض المصلحات. هاي من أيام المرابطين. هذا دينار مرابطي من الذهب. هذا بيقول عقود دنانير وزنه ذهب، يعني من هذه العملة. من هذه العملة. هذا مثقال علوي. مثقال علوي. مكتوب بمراكش. بمراكش مضروب 1190 هجرية. هذه بعد النقود العلوية الحسنية. حسنية علوية. هذه بعد النقود العلوية، يعني تشوفون لمولاي الحسن مولاي عبد العزيز. أنا عندي لكم معلومة، ما أعرف إذا أنتم تعرفونها ولا لا، الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له سمى الدرهم الإماراتي على الدرهم المغربي حبا وشكرا لمواقف الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه. هاي فلوسنا سؤالي الأخير بس، كيف تتأكد أن هذه مثلا العملة أصلية أو الطابع البريدي أصلي أو لا؟ كيف تأكد من الطابع البريدي أصلي؟ وهو عدد تقبل زيد الطبعة. أما النقود عندنا بعض الأدوات، منها المكبرة ومنها الميزان على حسب وزن القطعة. العبروة كان عارفوا بلي هذه البيسة هالقطعة أصلية أم مغشوشة. جميل الواحد اللي يحافظ على مثل هذه الهوايات اللي توثق التاريخ، وجميل أن الجيل الجديد مازال أيضا محافظ على هذه الهوايات. فرصة سعيدة تعرفنا عليكم. شكرا. شكرا. تختلف الأزياء المغربية من مدينة إلى مدينة، ولكن يظل لها طابعها الخاص. ولكن أيضا مع الانفتاح العالمي صار لها تأثيرات، وصارت تدخل فيها نظرات مختلفة من حول العالم، وأيضا صار انتشارها حول العالم. بنتعرف على الأزياء المغربية أكثر في هذه الحلقة. ديال العمل بالقايد هو معروف، خصني تكون يعني الشغل مدقوق ومتقن. عندي المعروفه باللي كنسميوها الفينيسيون، شغل الفينيسيون يعني الطرز، عاود الطرز خصو يكون الطرز ديال اليد 100% الخدمه ديال المعلم، وتنحرص بزاف باش يكون القماش مزيان. كل مرحله من ديال القفطه من الاول حتى الاخر تنحرص عليها باش تكون مخدومه بطريقه مزيانه. الا يعني الا ما عطيناش القيمه لشي مرحله اللي هي صغيره كتبان في القفطان وكتبان في القطعه. الدار البيضاء مدينه كبيره فيها معلميه بزاف، صناعيه بزاف، يعني بالحرفيين مزيانين،
وعندنا يعني حتى الا بغينا مثلا تنعرف الناس المصممين اللي هما ماشي في الدار البيضاء يعني كتجيهم صعيبه باش يجيو حتى مثلا الاقمشه الاحجار. شاركت في بزاف ديال لي فاشن شوز عندنا في المغرب وخارج المغرب. اللي تعجبني في المشاركه ديال لي فاشن شوز يعني كيعطيونا واحد التيمه كنشتغلوا بها يعني ماشي كنبقاو نشتغلوا بطريقه عشوائيه. تتكون يعني واحد الخيط رابط ما بين المجموعه. تقدر تكون خاصها تكون في الماتيير يعني في الاثواب في الاقمشه تكون في التطريزات تكون في نوعيه الاحجار تكون كاين بزاف ديال زعما ديال الطرق اللي يمكننا نبينوا بها هذه التيمه هذه. كاين اقبال كبير على القفطان المغربي يعني في الميدل ايست. الناس يعني تحب القفطان الحمد لله وماشي في الميدل ايست على الصعيد العالمي. بعد ما قطعنا القماش وقطعنا القفطان واشتغلنا بالتطريز اللي كيف ما قلت لكم اللي هو يدوي 100% تنختاروا الاحجار. احجار يعني كيف ما قلت لكم انا تعجبني نشتغل بالاحجار اللي هما احجار طبيعيه يعني هذا الشكل ديالي بحال احجار اللي هما ما تيشتغلوش بهم الناس بزاف لي ديزاينر بزاف. تنمشيو لمرحله ديال السفايف. انا كيعجبني نخدم بالمرمى اللي هي يدويه حتى هي 100% دفاير يعني المرمى كتبقى اللي هو واحد الشغل تقليدي. المرمى كتبقى دائما في الكلاسيكيات كيف ما تنقول يعني حطينا له الاحجار ديالو دازوا له المرمات ديالو الشغل ديالو دازت بقات له واحد لافينيسيون باقي عندنا من يعني كنشتغل بها ديالي انا. كنقدروا نميزوا القفطان ديال امل بالقعي باش عندي دي ديتيلز ديالي اللي هما خاصين بيا. التطريزات ديالي اشكال ديال التطريزات اللي هما تناخذهم من القرن الثامن عشر الباروك ستيل باروك. النوعيه ديال السقلي تنخدم بالسقلي بحال القديم. الاحجار تعجبني نخدم باحجار طبيعيه ما تنستعملش بزاف احجار شفاغوفسكي. الحمد لله القفطان المغربي وصل للعالميه ما بقاش محدود عندنا غير في المغرب. انا يعني بالراي ديالي البسيط بان خصنا القفطان يتبع الموضه العالميه هي في الالوان في الاقمشه في الاشكال ولكن خصو يبقى بالطابع ديالو المغربي. يعني دابا الحمد لله يعني مصممين كبار في يعني ماشي هما يعني مغاربه تلقى اسماء inspired from our kaftan. وصلنا عند المصممة العالمية وفاء الإدريسي بتحدثنا أكثر عن الأزياء في كازابلانكا بالذات. نحن مرينا على كذا مدينة في المملكة المغربية ولكن الأزياء مختلفة من مكان لمكان لكن في كازابلانكا هي حالة خاصة. حدثيني عن الأزياء في كازابلانكا. الشعب المغربي شعب فتح على جميع الحضارات وعلى ثقافات وعلى موضات يعني وهذا من فضلك يرجع الإنستغرام ترجع الميديا السوشيال ميديا وكتساعدهم بزاف لانهم يعني منفتحين يعني كتلقاو مغربي على موضه اوروبيه موضه في ميدل ايست يعني كاين اندماج سهل عليه انه يندمج مع اي موضه. طيب لاحظت ان في الشرق الاوسط او في الخليج صاروا في كثير من الدول صاروا يستخدمون الازياء المغربيه بشكل كبير يعني صارت منتشره بشكل كبير. شو السبب حدثيني وكيف تصممون الازياء الخاصه مثلا للشرق الاوسط لكن باللمحه المغربيه؟ والمراه المغربيه او الرجل المغربي بصفه عامه انسان انيق بفطرته يعرف يختار الالوان يمزج الاثواب يكون انيق بجميع المناسبات. كنظن مع السوشيال ميديا يعني قربنا وصلنا هذه الثقافه ديالنا وهذه الحضاره ديالنا وكيفاش كنلبسوا والبلدان الاخرين يعني في اوروبا في امريكا في ميدل ايست الحمد لله في الهند في اي مكان كنلقاو مروكن تاتش عندها بصمه ديالها في اي مكان.
هذا كله راجع ل يعني تعدد الأثواب، تعدد التقنيات. ظهرت موجة من المصممين والمصممات جديدة عندهم أفكار جديدة، يعني يمزجوا ما بين ثقافات أخرى وبالحفاظ على الثقافة المغربية، على الحضارة ديالها، على التاتش مرق التاتش. From the models to all coordination with the designers, organizing the backstage, makeup, hair, and I help the choreographer with putting the models on stage as well. Alors aujourd'hui le thème c'est glam rock, donc on est parti sur un smoky très léger mais assez intense au ras des cils pour donner un côté un peu séducteur et en même temps un côté rock. Je m'appelle Lorenzo Salemi, photographe depuis pas mal de temps on va dire, installé au Maroc depuis plus de 10 ans et à ce titre présent sur le Casa Fashion Show depuis la première édition. كيفاش ما بغيتش نمشي نبغي الدار البيضاء؟ المغاربه عز عليهم لاموند بزاف، يمكن تنعيش في باريس عز عليهم لاموند، ولكن المغاربه they are more fashion than the French people. واكثريه المغاربه بزاف، وهذا الشيء حاجه تنفتخر بها انا، شي حاجه بزاف. Précise une petite chose également, le Casa Fashion Show à l'international aujourd'hui représente l'événement marocain. I absolutely love the friendliness and the openness of the people here. I've been working here for many years, from doing kaftan haute couture to this show, and you're always so welcome in Morocco. We were young.